وللمزيد من المتابعة حول جدول أعمال القمة العربية في مدينة جدة السعودية والفعاليات التي تابعنا جزءا منها منذ قليل، معنا من هناك مباشرة موفد التلفزيون المصري منذر أبو دوح. منذر أرحب بك. نعم منذر، حدثني عن الأجواء لديك عاقب الجلسة الافتتاحية للقمة العربية في دورتها 32، وما الذي ننتظر عقب يعني ربما ساعات أو لحظات؟ بداية أجواء رائعة، استعدادات من قبل المملكة العربية السعودية تجهيزا لهذه القمة الآسيا الأخيرة والتي شارك بها كما تابعنا رؤساء الملوك العرب وممثلي بعض الدول العربية، وذلك ما تابعناه في مناقشات لأهم القضايا والأزمات السياسية داخل المنطقة العربية وكذلك الاقتصادية والاجتماعية، وبطبيعة الحال مع صقل المنطقة العربية على المستوى الدولي وصول الرئيس الأوكراني ومشاركته في هذه القمة العربية والذي يؤكد على محورية المنطقة العربية في القضايا العالمية. بطبيعة الحال تابعنا كلمات الرؤساء العرب التي انتهت منذ نصف ساعة تقريبا، وتأكيدهم على عدد من المحاور الرئيسية في القضايا العربية. ننتظر انعقاد المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية السعودي مع الأمين العام أحمد أبو الغيط للإعلان عن نتائج وقرارات القمة العربية، لكن من التوليف أو كما يطلق عليه من جلسات المناقشات التي مرت على مدار الأيام الماضية وكذلك من كلمات الرؤساء العرب على القضايا المهمة والملحة على طاولة المناقشات اليوم، كانت بطبيعه الحال بدايه القضيه الفلسطينيه والتاكيد على محوريتها والرفض الكامل لما تقوم به القوات الاسرائيليه من تعنت اتجاه الشعب الاعزل واعتداءات على بعض المدن الفلسطينيه وكذلك على قطاع غزه وتدخل مصر لوقف هذه الاعتداءات، والتاكيد على مبدا حل الدولتين وعلى ان القدس هي عاصمه لدوله فلسطين، والرفض الكامل لعمليات التهويد والاعتداء على المسجد الاقصى الذي يحدث هذه الايام. هذه هي القضية الفلسطينية صاحبة الوجود الأكبر على ملف مناقشات القمم العربية الماضية، وكذلك عودة سوريا الملف الاستثنائي، الملف الذي يقول أن سوريا يعني عادت مرة أخرى إلى قلب الجامعة العربية لدعم مختلف القضايا العربية، والذي تابعنا فيه سعادة من المسؤولين وممثلي البعثات العربية أثناء شاركتهم في الاجتماعات المغلقه على مدار الايام الماضيه لعوده ممثلي او مسؤولين السوريين في مناقشات القضايا العربيه. الازمه السودانيه كانت حاضره بطبيعه الحال، والتاكيد من الملوك العرب على دعم السودان في المرحله القادمه لوقف الاقتتال وكذلك ان يكون الحل من داخل السودان بدون تدخل اي طرف دولي، ومطالبه الامين العام احمد ابو الغيط للاخوه السودانيين يوقف القتال الفوري بدون شروط حتى يمكن ايصال المساعدات للشعب السوداني الذي سبب ذلك بسبب القتال الى ازمات انسانيه. بطبيعه الحال هناك مشاكل اقتصاديه كما تابعنا على مستوى العالم العربي وكذلك على المستوى الدولي، مما استلزم بعض القرارات وبعض مشاريع القوانين والتي سيتم الاعلان عن تفاصيل خاصه بها في المؤتمر الصحفي، الخاصة بتوحيد بعض الرؤى والقواعد الاقتصادية بين الدول العربية لزيادة التعاون والتكامل الاقتصادي بين الدول العربية بما يصب في مصلحة الاقتصاد العربي. لنا ملحوظة على هذه القمة الاستثنائية حضور الرئيس الأوكراني للمشاركة في هذه القمة، يؤكد على مدى ثقل المنطقة العربية في الأزمات الدولية وأهمية تحركاتها للمشاركة في القضايا الدولية، وهذا ما نتلاه من عرض الرئيس الاوكراني للقضيه الاوكرانيه الروسيه واخر المستجدات الخاصه بها. نعم منذر، تابعنا كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لكن يعني برجاء أن تشير إلى أبرز النقاط التي جاءت في هذه الكلمة من خلال متابعتك للجلسة الفائتة، الجلسة الافتتاحية. بطبيعة الحال مثل وتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على بعض النقاط ورؤية مصر للقضايا العربية بداية القضية الفلسطينية، تأكيد مصر من خلال كلمة الرئيس على رفضها الكامل للاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الأعزل وعلى عملية تهويد القدس، وكذلك التأكيد على أهمية مبدأ حل الدولتين. القضية السودانية مطالبة مصر بضرورة وقف الاقتتال
وكذلك تقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوداني، كذلك التحركات المصرية في مختلف القضايا وعودة سوريا كما له دور أكبر في هذه المرحلة. تأكيد مصر على محورية دورها في المشاركة في دعم القضايا العربية ووضع حلول فاعلة لها، وخاصة على المستوى الاقتصادي من خلال مشاركات في عدد من إخراج بعض القوانين الاقتصادية التي تسهم في تنمية الاقتصادات العربية في ظل الأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم أجمع وأثرت على بعض الاقتصادات العربية. التأكيد على محورية التحرك العربي والرفض الكامل لأي تدخل في الأمن القومي العربي من خلال كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي تؤكد على أن مصر تشير وتثبت أن القرار العربي يجب أن يكون من الداخل، والرفض الكامل لأي مساس بالأمن القومي العربي. نعم منذر، يعني هل الجلسة المغلقة بدأت وقائعها الآن أم لم تبدأ بعد؟ الآن الرئيس يعتبر في جلسات، ليست جلسات نقاشية لكن هي جلسات للغداء، وبعد ذلك بعد ساعة تقريبا سيتم عقد مؤتمر صحفي بين وزير الخارجية السعودي والأمين العام أحمد أبو نظيف للإعلان عن نتائج قرارات القمة العربية وعن القرارات سواء على المستوى السياسي في الأزمات السياسية التي تمر بها المنطقة العربية وكذلك على بالنسبة للأزمات الاقتصادية. نعم أشكرك شكرا جزيلا منذر أبو دوح موفد التلفزيون المصري لمتابعة القمة العربية، كنت معنا مباشرة من جدة.